المعلمة صراحة هي معلمة وصابت الصور ديال التمر. السلام عليكم، ما بقاش شي واحد يجي يقول لي لا وصعيب. اختي مريم، غادي نقول لك انطلاقا من التجربه ديالي دابا في الكونسلتين مع الناس، لان الناس بداو تيعيقوا وبداو تيصاوبوا دي ستور ديالهم، وكيجيو ناس كيجيبوا لي ستور ديالهم. غنقول لك اختي انه الناس بداو تيذوقوا الحلاوه ديال انك تصاوب ستور ديالك. ماشي بالضروري تكوني اختي مريمه ديفلوبوز، يعني تكوني مبرمجه، ممكن اختي غير بورد بريس انك تصاوبي ان ستور اللي هو تري بروفيسيونيل. تنقول لك تري بروفيسيونيل. خاصنا نتفقوا على واحد القضيه اخواني اخواتي، انه كاينه واحد الحاجه كتسمى اليوزر اكسبيرينس. هذاك السيد اللي غيبغي يشري من عندك ان برودوي، خاصو ملي يدخل يلقى ان سيت اللي هو قد ما كان لو سيت بروفيسيونيل، قد ما كتكون الكونفيرجن ريت طالعه، قد ما السيت يكون عندك عيان. اولا حتى دابا المشكل اللي كيوقع هو ان مولدات المتاجر كتلقى نفس المتجر كوبي كولي. الناس اللي خدامين ايكوم لوكال على سبيل المثال غادي ياكدوا ليا هذا الشيء، انكم بعض المرات كيتصلوا بكم شي كليانات تيقول لك او دي كليون تيقول لك اخويا راه خديت من عندكم واحد البرودوي، هو راه ما خدام عندك لا برودوي لا والو، من غير انه اكثريه كيخدموا في نفس لي برودوي. ولكن كذلك لان لي ستور بحال الحال، الكليان تيجي بحال هذا بحال هذا بحال هذا. حاول انك تخلق الاستثناء. الاستثناء ممكن انك تصاوبو بورد بريس و كوميرس. كنسبق ليا وقلت لكم ان وورد بريس و كوميرس راه مجاني، ما كاين لا قطاعات، ما كاين حتى شي حاجه. ممكن انك فقط دير هوست انستالي فيها وورد بريس ديال وتبدا الخدمه. اختي مريم، الا كنتي كتشوفي لي ستوري واحد السيده كتبيع التمر الله يسهل عليها، كدير دي برودوي ديال التمر، كتخدم الكاش اون ديليفري وصوبات ستور ديالها في كوميرس، وراه كنت بارطاجيتو معكم. سي ان ستور اللي هو ما غنقولش الي بروفيسيونيل، مي كوميم ان ستور اللي حسن من مولدات المتاجر. ف واش دير ستور ديالك؟ خاصك دير ستور ديالك. شحال الوقت ممكن تعلم باش نصاوب ستور ديالي؟ تقدر الا كنتي يعني نقولوا ثقيل شويه في الفهم، راه ماكسيموم واحد السيمانه، نعطيك سيدي 14 يوم وانت صاوبتي ستور ديالك بيديك. فتتبقى هذه احسن حاجه. ما كاين لا اللي غيتجسس لك لا على النيش ديالك، ما غادي يعرفك اش كتبيع، ما غياخذ من عندك لا 5 دراهم على هذه ولا 0.5، كلشي فابور، كلشي ديال الله، كلشي ديالك انت. انا بعدا شوف، مع احتراماتي لهاد المعلمه صراحه هي معلمه وصابات الصور ديال التمر. السلام عليكم، ما بقاش شي واحد يجي يقول لي لا وصعيب. ها انت اجي لهنا، هاي ها شتي كتب شرح، هاي شتي وورد بريس، غدير وورد بريس هنا وغتكتب هنا شرح. هاهي شوف شوف شو الناس راه تيقلبوا شارحين. لا انا اللي تنقلب هادي تنوريها للناس. الو هاهي شوف، ها 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 ساعتين و 38 دقيقة. ها هو بحال هذا السيد تيقول لك شرح إنشاء متجر إلكتروني احترافي من الصفر خطوة بخطوة. ها أنت يعني جلس مع راسك واحد ساعتين ونص، جلس مع راسك واحد ساعتين ونص وصاوب سطورات. ولا الإشارة، دير الإشارة الخوت، راه كاينين الناس كيصاوبوا سطور لعباد الله. عرفتي بشحال كيصاوبوا لهم هاد لي سطور؟ 3000 درهم، 4000 درهم، 1500 درهم، يعني انت اخويا انت كاع. واخا هاد الشيء راه أثمنة مبالغ فيها باش نكونوا واضحين، ما على الهم. انت اخويا تتقلب على خديمة، سير تعلم غير صاوب سطورات الوورد بريس وصاوبهم لعباد الله بواحد 600 درهم 700 درهم، والله إلا كنهضر معاك. والله الا كنهضر معكم على خوت، سير تعلم، غتجلس لهاد الفيديو واحد ساعتين تولي تعلم تصاوب لي ستور وصاوب لعباد الله ستور ب 500 درهم. يلاه تقول مارشين نتوما صاوب ستور لعباد الله، اللي ما بغاش اللي بغى يصاوب ستور ديالو بهذا صاوب ليه ستور ب 500 درهم ويسر مع عباد الله. سينو راه تصاوبوا لراسكم.